اللي كان كيستعملها الانسان مثلا هاد الادوات المذنبه كان كيستعملها القلب ما كانش ديك الساعه عنده شنو ولا راس قوس شي رمح ما كانش ديك الساعه الانسان باقي ما مذاكرش القوس كان كيستعمل هاد الادوات اللي كان كيركبها واحد العود طويل وكان كيسيبها من بعيد الحيوانات الكبرى ماشي الحيوانات الصغرى وكانت عنده ادوات اخرى بحال هذه الادوات لي غاتلواغ اللي كان كيستعملها باش ينظف داك الجلد الحيوانات من الصوف ديالو ويستعملو من بعد كملابس والتقاط الفواكه وكذلك كانوا كياكلوا غلالة بزاف هنا دابا حنا في المغرب باقي كناكلوا غلالة كنلقاوها في الدار وكنطيبوها في الدار واول وحدين اللي استعملوا هذا التقليد ديال الاكل غلالة هما هاد الايبرومورزين هاد الشعب هذا اللي كان كيعيش في المنطقة هما الاولين كانوا كياكلوا غلالة ما بين المسائل اللي درسناها كذلك وهي طريقة طقوس الدفن اللي كانت عندهم كيفاش كانوا كيدفنوا الاموات ديالهم الى مشينا لمغاره اخرى ويلي في النعمار اللي كتشوفوا الهيكل العدميرات تما معروض في هذا المتحف طريقه الدفن ديالهم كانت كتختلف تماما عن الطريقه ديال الدفن في اللي عندنا حاليا بعد ما جاء الاسلام فهاد الهيكل العظمي اللي مشناه هاد الصوره هذه داخل المغاره كانوا ملي مات هزو وداروا واحد الحفره وضعوا فيها جالس هنا كنشوفوا راه كان جالس هذيك الحفره الجمجمه ديالو ملي حفرنا عليه لقيناها طايحه فوق لو باسان ديالو ولكن في الاصل هو كان توضع جالس والراس ديالو محني لقدام التقاط الفواكه والتقاط مسائل اخرى الادوات اللي كانوا كيصنعوا كتكون ادوات حجريه ما كانش عندهم لا معدن لا برونز ولا حديد كان عندهم ادوات حجريه بالخصوص واحد الحجر من نوع تيلاكس دو سيوان اللي كانوا كيمشيو يقلبوا عليه كيجيبوه ومنو كيصنعوا واحد الادوات اللي كيستعملوها في القنص باش يصيدوا الحيوانات او لا كيستعملوها قطع اللحوم او لا كيستعملوها باش داك الجلد ديال الحيوان يصنعوا منه الملابس ديالهم اللي كانوا كيلبسوها داك الوقت هنا صورة كتبين الادوات اللي صنعوا ديال الاحجار الصيوان هي ادوات مختلفة ومتنوعة كل اداة كان عندها واحد الفونكسيون ديالها واحد الوظيفة ديالها خاصة بها العمل اللي قمنا به هذه تقريبا 15 سنة العمل اللي قمنا به اعطانا تقريبا 300 موقع اثري غير معروف منتشرين في هذه المنطقه كلها ديال تازا والناظور وديال واحد الجانب من الحسيمه وكاين مواقع هامه جدا انا غنتطرق الاهميه العلميه ديال هذه المواقع كاين مواقع كثيره موجوده في المنطقه كهذا الموقع كتشوفوا تاريخ الدوش افريل البارود حاتي بن زكا رجم السوق افريل المعمار الى اخره قلت لكم راه كاين تقريبا 300 موقع اثري اللي عثرنا عليه ورا وضعنا خريطه اثريه للمنطقه اللي خدمت عليها الاستاذه في ديوان النقاد خريطه اثريه اللي موضوع فيها جميع هذه المواقع الاثريه لكم الاسف غتكون هنا عملية التاريخ لأن كتبين بأن الإنسان عاش واحد فترة قديمة تقريبا 6000 سنة هذاك الموقع الى حدود تقريبا 3000 ولا 2000 سنه قبل الميلاد هنا غندوزو لواحد الموقع اللي فريد من نوعه منطقه الريف الشرقي ماشي غير المنطقه في الريف الشرقي ولكن المنطقه الشمال افريقيا والمنطقه ديال بلدان البحر الابيض المتوسط الجهه الغربيه ديالو